دوت تشالنجر بنسخة الجي تي هي عنوان تغطيتنا لليوم. نبدأ تقييمنا للسيارة بشكل كامل. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا غاليين. كالعادة يا سادة، تغطيتنا لليوم نتكلم عن العلامة الأمريكية، نتكلم بالتحديد عن علامة دوج. نستعرض مع بعض تشالنجر موديل 2021. قبل ما نبدأ هذه التغطية، أحب أهني الأمة الإسلامية والعربية بحلول عيد الفطر المبارك. عاد الله علينا وعليكم باليمن والبركات، وكل عام وأنتم بألف خير. مصالة دوج وكيلها بالمملكة المتحدة، نبغى نستعرضها لكم بشكل سريع. تشالنجر طبعا عنوان هذه الحلقة. بالنسبة للدوج تشالنجر، مواصفاتها تعتبر معقولة. تصميم السيارة طبعا تصميم كلاسيكي محافظة على التصميم القديم. بالنسبة للسيارات بشكل عام، تصميمها يعتبر جميل جدا. في الواجهة الأمامية طبعا واضحة مواصفاتها، في الواجهة الأمامية بسيطة، فتحات أكيد للتهوية او للتبريد، تبريد المحرك في الواجهة الامامية، هذه فتحات للتبريد اكيد بشكل كامل. اما بالنسبة للجزء السفلي ففيها رادار امامي، اضاءتها LED، كشاف ضباب اكيد. جي تي طبعا منتصف الشبكة الامامي، طبعا ما شاء الله مواصفاتها مع انها قليلة، لكن السيارة طبعا تتميز في قلة المواصفات، لكن تصميم السيارة تصميم جميل ورائق. تحس من السيارات القديمة اللي هي مثل سيارات دوج القديمة، نفس التصميم القديم، والسيارات اللي هي كابروس والسيارات الأمريكية بالشكل عام، العضلات الأمريكية. مقاس الجنط تقريبا ما شاء الله، مقاس الجنط هذا هو الجنط تقريبا، مقاسه حوالي 20 إنش، لكن خلونا نقرأ التفاصيل فيها بشكل كامل. نعم 20 إنش ما شاء الله. المرايات اكيد مدمجة بالابواب، انسيابية اكثر، ايروديناميك افضل، خاصية الدخول الذكي والمتعارف عليه بالعامية بالبصمة موجودة اكيد عليها. طبعا تفاصيلها مثل ما ذكرنا بسيطة، لكن تعطيك فخامة، تعطيك جمالية في السيارة. حساسات خلفية، فتحتين للعادم. طبعا المحرك V6 ست اسطوانات فتحتين للعادم، وهذا الجناح الخلفي والكاميرا الخلفية. هذه دوج، هذا الجزء بشكل كامل باللون الاسود. طبعا تسمياتها على مر العصور وعلى مر الأزمنة حصلت على تسميات كثيرة، منها ذي العين الحمراء، او تسميتها كثيرة لكن ما تحضر من الحين، لكن تسمياتها كثيرة. من اجمل التسميات اللي شفتها اللي هي المتحدية دوت تشالنجر، وبالعين الحمراء بعد. طبعا يقولون عنها بالعين الحمراء لان اضاءاتها طبعا هذه، طبعا تيجي هذا الجزء باللون الاصفر او البرتقالي فيسمونه بالعين الحمراء، او قطط الجحيم برضو من التسميات اللي انضافت في دوج تشالنجر. تسمياتها كثيرة طبعا حسب الفئات اللي هي الهلكات او الاس ار تي، كثيرة فئاتها طبعا توصل معك تقريبا حول ما شاء الله اكثر من 800 حصان طبعا فقط بوقود السباقات، لكن برضو حتى لو 800 حصان حسب الفئات اللي هي تقريبا فئة اعلى شيء الهلكات اتوقع هي اللي توصل معنا 800، لا اللي هي الديمون توصل معنا تقريبا 800 حصان 850 فحسب مواصفاتها وفئاتها. خلونا نرجع نتكلم عن تفاصيل السيارة اللي موجودة معنا، فئة الجي تي.
اي نعم، البعض يبغى يشوف المحرك ويبغى يشوف السعر، فكل هذه التفاصيل بنجيها الحين. ثوة واصلة طبعا موديل 2021، طبعا هذه الفئة العادية وهذه فئة الجي تي. تتميز هذه عن هذه طبعا تصاميم واضحة في التصاميم، من هالكتل اللي هو بأسفل السيارة، بالإضافة للرادار، بالإضافة للفتحات اللي هي موجودة بغطى المحرك، كل هذه مضافة فئة الجي تي، ضايفة لمسات وطابع جميل، طابع رياضي. محرك 3.6 أو 3.6 لتر، طبعا فتحات حقيقية ما هي في ما هي اكسسوارات، ما شاء الله طابع الجميل. طبعا الاستيكر اللي هو بأسفل السيارة كلها كلمسات بإمكانك تفكها متى ما بغيت، أتوقع بمجرد ما تاخذ السيارة أو تشتريها على طول تفكها. وش هذا اللي تسحب بالأرض؟ المراتب فيها إرباقات ما شاء الله. فئة الديمون تقريبا طبعا سيارة تعتبر رياضية، نتكلم عنها بشكل سريع. أتوقع ما خاب ظني اللي هي فئة الفول كامل، أتوقع بتجيك تقريبا مواد المستخدم، القطع المستخدمة في السيارة تعتبر بسيطة جدا، حتى حسب ما سمعت إنه بدولار واحد تقريبا تغير حاجات كثيرة تخلي السيارة رياضية بحت. مثلا يشيلوا لك المسجل وبعض القطع، يضيفوا لك عليها مثلا حق الهواء، يضيفوا لك عليها المواد الأدوات الرياضية حتى تعطي السيارة إمكانيات عالية في السباقات وفي أي وضع. طبعا ما شاء الله المراتب، طبعا هنا شمواه وهنا جلد، جاء تطريز باللون الأحمر. الأبواب بشكل كامل، هذا الجزء باللون الأحمر وهذا الجزء باللون الأسود. طبعا التطريز اللي جاي باللون الأحمر، مقابض داخلية، ذاكرة للمراتب، هذه فتحات التكييف طبعا، ما شاء الله حملات أكواب، ما شاء الله عدة منافذ لليو اس بي. عدة منافذ يو اس بي، هذا الجير تشغيلها بالزر، هذه الشاشة، ارباقات امامية. طبعا الامن والسلامة فيها اكيد، ما عندنا سيارة رياضية لكن فيها الامن والسلامة ولا غلطة. طبعا السقف شمواه، شماسات فيها مرايات، ما شاء الله عداد جاي بشكل جميل وفخم، 260. طبعا شكلها خارجي للسيارة شكل كلاسيكي، لكن التصميم الداخلي تصميم عصري. عجلة القيادة طبعا فيها جيرفون خلف الدركسون، عجلة القيادة مكسوبة بالجلد، تحكم بالمساحات، هنا التحكم بالإضاءة أوتو، بالأسفل مساحة تخزين، وهذه المساحة الخلفية أكيد فيها تكايب الخلف، فيها منفذ للتكييف بالخلف بعد، هذه مواصفاتها بشكل كامل. بالنسبة لأسعارها، فسعرها طبعا هذه مواصفاتها بشكل كامل، المحرك 8 المحرك 6 اسطوانات 3.6 لتر،
300 حصان وهذه التفاصيل حاب يصور الشاشة اللي حاب يصور الشاشة مثل ما ذكرنا. بالنسبة للسعر فالسعر ب200 و2000 ريال، هذا السعر 488 جي تي بلاس. أتمنى التغطية نالت على إعجابكم، مثل ما ذكرنا في البداية راح نكررها في النهاية، لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر اللايك واعطونا آراءكم في خانة التعليقات. في أمان الله.